مشاهدينا، صباح تفوح منه رائحة الدماء على وقع ثلاث تفجيرات مدوية، اثنان بجنوب سيناء والثالث بميدان المحكمة بمصر الجديدة. خلفت التفجيرات أربع ضحايا بينهم منفذا الهجومين وإصابة 12 آخرين أغلبهم من قوات الأمن وفق مصادر رسمية. وذكرت تقارير إعلامية إن جماعة أنصار بيت المقدس تبنت تفجيري جنوب سيناء في بيان على حساب منسوب إليها على تويتر، فيما نعى مجلس الوزراء الضحايا مؤكدا استمرار البلاد فيما أسماه الحرب على الإرهاب. وأعرب شيخ الأزهر في بيان عن إدانته القوية للإرهاب، كما أدان تحالف دعم الشرعية التفجيرات معتبرا أن الأزمة في مصر سياسية ولا تفلح معها الحلول الأمنية. مشاهدينا، من المسؤول عن إراقة دماء المجندين البسطاء؟ وماذا تحقق من وعود تحقيق الأمن التي أطلقتها سلطة الثالث من يونيو؟ وإلى متى تتبنى بيت المقدس عمليات انتحارية فتدين السلطة جماعة الإخوان المسلمين؟ من جديد تعود التفجيرات لتطل بوجهها الدامي على المشهد المصري. يوم الجمعة كان موعدا جديدا لتفجيرات ضربت جنوب سيناء ومنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، سقط ضحيتها قتلى وجرحى. تفجير جنوب سيناء كان متزامنين ومنفصلين في بلدة الطور. الأول وقع عندما فجر شخص نفسه مستهدفا حاجزا بوادي الطور جنوب سيناء، أما التفجير الثاني فوقع بواسطة عبوة ناسفة انفجرت قرب حافلة سياحية بمنطقة رأس جارة الواقعة على بعد 30 كيلو مترا من طور سيناء. وبعيدا عن سيناء انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في كشك مروري أمام محكمة مصر الجديدة، ما أدى لمقتل شرطي وإصابة آخرين. مشي بالعربية بتاعتي ومشي الصبح كده، سمعت صوت انفجار عالي جدا. أول ما جينا على المكان لقينا تلات ناس مصابين على الأرض، واقعين مع واحد خلصان خالص، يعني رقبته متعورة جامد جدا. سمعنا الضربة جامد. تمام. عربية الزبالة كانت معدية، قلت لهم دي عربية الزبالة اللي ضربت ولا إيه؟ قالوا لا دي مش عربية الزبالة، دي عربية القنبلة ضربت عندنا. تمام. خدت بعديها وجيت أجري لغاية هنا إيه؟ الشرطة فرضت إجراءات أمنية مشددة حول موقع الانفجار، إلا أنها سمحت لمؤيدي المرشح الرئاسي المشير المستقيل عبد الفتاح السيسي بالتظاهر قرب المكان ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تتهمها سلطات الانقلاب والجهات الإعلامية المؤيدة لها بالإرهاب من دون أدلة واضحة. ونقلت مصادر إعلامية عن التنظيم المسمى أنصار بيت المقدس تبنيه للتفجيرين اللذين وقعا في منطقة طور سيناء. يشار إلى أن مصادر إعلامية مؤيدة للانقلاب تصف ذلك التنظيم بأنه موال للإخوان أو تابع لهم، في حين أن التنظيم نفسه هاجمهم أكثر من مرة. وهو يضع شعار الدين من الإخوان وحزب النور ومن على شاكلتهم، فقد جربتموهم وذقتوا مرارة بطش العسكري فيكم. ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع في استوديو مصر ليلى العميد طارق الجهري، ضابط شرطة سابق. أهلا بك معنا سيادة العميد. تعليقك على الانفجارات في انفجارين في سيناء وانفجار في مصر الجديدة، كيف تراهم بعين الخبير الأمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو آخر حلقة كنت موجود فيها حضرتك، أنا هنا مع لك يا بدينا منج الثورية هو. إن شاء الله الحلقة الجاية هيكون في تفجيرات إن شاء الله كدعوة مني، لكن توقعت أن أنا قلت له بعد الإعلان أن أنصار بيت المقدس قامت بالسيطرة على سيناء بناء الكامل، كان آخر حديث ليا معه. قلت له يبقى الحلقة الجاية نلتقي وهناك حدث سيتم في سيناء، وبالفعل حادثين موجودين في سيناء خاصة. ده مش سبب لوحده، يعني هناك عدة أسباب. أولا دائما أبدا لما بيحصل نوع من الإضراب داخل الشرطة هتجد أن يليه مباشرة حدث من هذه النوعية، إضراب بالأمانية الشرطة وما حدث في مطار القاهرة كلنا على علم به وكنا منتظرين حادث من هذه النوعية. طب أنت ليه توقعت ده؟ توقعت ذلك لأنها كلها أحداث يعني مخابراتية من صنع المخابرات. هذا الأمر يعني سأقوله مرارا وتكرارا لا أبتدعه، لكن هناك أحداث حدثت في الجزائر وكانت بنفس الطريقة، هناك في أيام جمال عبد الناصر كانت بنفس الطريقة، فإذا هذا الأمر ليس يعني جديدا. يعني سلطة الانقلاب تقتل أبنائها، تقتل من يقومون بحمايتها وبردع الآخرين هكذا؟ وهل هذا كلام جديد؟ يعني حضرتك قريت كتاب الحرب القذرة؟ أنا قريت، ولكن
لكن أنا أسألك الآن إذن تعلم أن هذا الأمر ليس بجديد وإنما أمره هو متعارف عليه. طيب طيب في المقابل في أنصار بيت المقدس طلعت وأعلنت فعلا مسؤوليتها عن الحادث. وأنصار بيت المقدس ما هي بتعلن من قديم لا دي أول واقع تعلن أين أنصار بيت المقدس فين هم أعضاء أنصار بيت المقدس من هو مؤسس أنصار بيت المقدس متى بدأت جماعة بيت المقدس هذا هو هذا الأهم. لا بلاش نتطرق إلى الأحداث الماضية. كل مرة وضعت قنبلة وضعت قنبلة وضعت قنبلة لكن كيف وضعت قنبلة لا أحد يعلم. متى وضعت قنبلة لا أحد يعلم. تيجي عند مديرية أمن القاهرة لحد الآن كلنا شفنا فيديو عربية بتروح لحد المديرية واحد بينزل يدخل المديرية حضرتك لحد اللحظة دي حد يعلم حاجة عن هذه حد يعرف إيه اللي حصل. طب ألا يجب أن يكون هو السؤال الذي المفترض يوجه للأمن الآن؟ أنتم تتحدثون عن قوة أمنية وعن عمليات في سيناء ومش قادرين تتوقعوا أن في واحد يعني فجر نفسه ولا قنبلة هتتحط هنا. ده سببه إيه من وجهة نظرك؟ ده اللي أنا بقوله حضرتك إن دي حالة من الحالات الواضحة والصريحة أن المستفيد مما يحدث هو هو المسؤول. يعني قد يصعب علينا الأمر عندما نجد أن المستفيد من هذه الحالات اتجاه هو المسؤول هو. طيب. لكن المسؤول والمستفيد هما سيد العميد النهاردة في تطور جديد أن واحد كما ذكر في رواية الأمن ورواية المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة ده في أكثر من واحد فجر نفسه يعني بعبوات ناسفة ودخل الكمين وفجر نفسه وبالتالي ده دلالة ذلك أعتقد واحد اثنين فجروا نفسه. هل برضو هذا الأمر يخرج عن إطار المخابرات؟ هل تجنيد إنسان ما قد يكون مختلا قد يكون إنسان مغيب قد يكون فعلا تم إقناعه من قبل أمرائه في الجماعة أو هم أصلا من صناعة المخابرات؟ هل هذا الأمر يعني طيب. ممكن سأعود إليك نستمر في هذا النقاش لكن ينضم إلينا من القاهرة عبر سكايب العميد صفوت الزيات الخبير العسكري دلالات الانفجارين اليوم في سيناء والجديد فيها أنها يعني تفجيرات أو عمليات انتحارية كيف تراها سيادة العميد؟ يعني هذه هي نقطة الخطورة التي ربما نبهنا لها كثيرا في السابق أن يبدو أن أهالي سيناء أو المدنيين الذين يتعرضون لعنف مفرط في العمليات العسكرية التي تجري الآن في سيناء دون غطاء سياسي يمكن أن يقيد أو يحدد ربما ويضع قواعد الشباك جامدة وصلبة لعدم التعامل مع المدنيين. يبدو أننا الآن نشاهد أن أنصار بيت المقدس والتجنيد يبدو أنه يتسع لديهم والأخطر أن بدو سيناء الذين بدأوا ربما يشاركون في العمليات الجهادية في منذ عام 2004-2006 نتذكر في طابة وشرم الشيخ ودهب ونويبع كانوا يركزون على عمليات القصف من بعيد والتفجيرات من بعيد دون أن يتجهوا إلى العمليات الانتحارية. أما شاهدنا في 18 أغسطس 2011 إبان حكم من المجلس العسكري شاهدنا عملية انتحارية للبدو كانت ضد إسرائيل على الطريق يعني يا سيادة العميد أنت تعتقد بالفعل أن هناك ما يعرف بأنصار بيت المقدس اللي أعلنت مسؤوليتها عن الحادثتين وهي من قامت أو من وراء هذه العمليات ضد الأمن في سيناء تعتقد ذلك وتصدق هذه الرواية أم تتفق مع سيادة العميد طارق الجوهري لا أن دي عمليات مخابراتية من الأساس يعني دعني أقول لك أننا الآن في مشكلة كبيرة للغاية. هناك من يتهم أجهزة الدولة بأنها تقوم بمثل هذه العمليات وهناك أيضا من يتهم الطائرات الإسلامية بأنها تقوم بمثل هذه العمليات. هذه حالة ربما من صراع وجودي وهذه حالة من فقد الاتجاه وحالة ربما من الكراهية لم نحدها في مصر على مر تاريخها. نحن في أصعب أيامنا نحن بدأنا هذا اليوم بمصرع اثنين في سيناء ثم مصرع شرطي في ميدان المحكمة في مصر الجديدة والأمر ينتهي ب 11 قتيل اليوم على مستوى مصر. هذا الجنون إلى أين يقودنا؟ طيب. وبالتالي علينا أن ربما ألا نتجه ولكل تفسيره ولكن علينا أن نتجه أن في سيناء عمليات تتفرد بخصائص كثيرة عن العمليات التي تتم في وسط طيب ابقى القاهرة. ابقى مع سيادة العميد الأمر يحتاج لشيء من المناقشة وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الأمنية. دكتور سعد يعني كل هذه العمليات التي جرت في سيناء من قبل القوات المسلحة المصرية للسيطرة على هذا المكان وهذه البقعة هل الحلول الأمنية
بهذا الشكل العنيف هي من أوصلت اليوم لأن واحد بيفجر نفسه في كمين أو اثنين بيفجروا نفسهم في أكثر من كمين للشرطة أو الجيش. دكتور سعد، يعني هذه هي نتائج وثمرة الحلول الأمنية أم للأمر أوجه أخرى؟ تفضل. لا طبعا، أنا مبدئيا لست مع من يقدم الحلول الأمنية في حل أي أزمة من أزمات الوطن، لكن أما وأنما قد وصلنا إلى مرحلة في سيناء خاصة أيام المعزول محمد مرسي، فأنا أعتقد أن كان لازم يبقى فيه تحرك عسكري وأمني لتطهير هذه البؤرة اللي تحولت إلى بؤر إرهابية، وكان هناك أعتقد أن كان في اتجاه لترتيب أمور يعني بما معناه انها مش بؤره خامله، لا ده كان متوقع او مخطط ان هي يكون فيها حاجه على غرار الجيش الحر اللي بنشوفه في بلاد ثانيه. بس اسمح لي يعني كم هذه يعني الفكره ان النهارده القوات المسلحه اغلقت سيناء تماما، وكل ما يخرج من معلومات من سيناء هي فقط عن طريق القوات المسلحه، لماذا لا يفتح لوسائل الاعلام حتى نعرف الحقيقه؟ حق الناس ان يعرفوا الحقيقه عن طريق وسائل اعلام مختلفه ورؤى مختلفه. يا دكتور سعد، لماذا تفعل ذلك القوات المسلحه او السلطه الحاليه في مصر؟ أنا بعتقد أن أي حد يقدر يروح أي مكان في مصر بين الإعلاميين، ليس هناك حظر على الإطلاق. لا لا، ده مش حقيقي. أنا بقول لحضرتك معلومة يا سيادة العميد، يا دكتور سعد، اللي أنا بقول لك ده معلومة، أن ممنوع دخول الإعلاميين إلى هذه المنطقة إلا بما يصرح به من وزارة الدفاع. عشان بس ما يبقاش الكلام مرسل وإحنا ما أنا ما بقولكش كلام مرسل. زياد يعرف الكلام ده، المنطقة جيم دي منطقة عمليات عسكرية من إبريل 82. منطقة جيم اللي هي المتاخمة اللي فيها معظم الشغل في شمال سيناء ووصل من شمال. يا سيدي، أنا بعد الثورة أنا كإعلامي كنت بدخل سيناء وكنت بغطي في سيناء عادي، وما كانش حد بيقدر يمنعني أو كان مفتوح للناس كلها ذلك. فإيه اللي بيحصل الجديد؟ أنا معاك. أنت عاوز تسمع إجابة ولا عاوز تسمع؟ لا طبعا، عايز بالتأكيد عايز أسمع إجابة حضرتك. اتفضل اتفضل. أنا بقول لك منطقة جيم هي منطقة عسكرية، منطقة عمليات عسكرية بحكم القانون 4 لسنة 68 بيحكم اللي هو قانون القيادة والسيطرة. القوات المسلحة فقط هي اللي لها تقدير الموقف، تسمح أو لا تسمح بدخول المدنيين أو الإعلاميين في هذه المنطقة. الآن نحن في حالة حرب، حرب على الإرهاب في سيناء بالكامل بما فيها هذه المنطقة. إيه؟ القوات المسلحة لها الحق في أنها تسمح أو لا تسمح بدخول المنطقة. طيب، عموما ده رأي حضرتك، أنا هعود ليك مرة ثانية، لكن خلينا نسمع لرأي رابع آخر. الدكتور مجدي قرقر القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، التحالف كيف ينظر لتفجيرات اليوم في سيناء وتفجير ميدان المحكمة في مصر الجديدة؟ تفضل يا دكتور مجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أهلا دكتور أحمد، بداية موقف التحالف واضح ولقد كرر عشرات ومئات المرات أنه يدين كل أعمال العنف المسلح سواء كانت ضد مصريين أو أجانب، ضد مدنيين أو عساكر، ضد أهداف مدنية أو عسكرية. لما نيجي ننظر للحالة في سيناء ومع خبراء أمنيين معتبرين يعرفوا أن أزمة سيناء تمتد إلى 10-15 سنة، وزي ما قالوا ان سيناء تحت اشراف القوات المسلحه والمخابرات المصريه. اذا المسؤول عن الارهاب في سيناء هي المخابرات المصريه، وهي اللي عارفه مين اللي كان موجود في سيناء ومين اللي عمل تفجيرات ده من 12 ولا 14 سنه، واستمر هذا الوضع الامني المتربي حتى الان. ونحن نقول ان قوه التحالف في سلميته، لانه لو ثبت ان هو ارتكب عنف بالقطع هيبقى ده مبرر لسلطات الانقلاب ان تمارس العنف ضد التحالف، وبالقطع هذا لم يحدث، بدليل ان كل عمليات الاجراميه والارهابيه طوال السنه الماضيه لم يثبت حتى الان ولم يتم ادانه المجرمين فيها، مع مصلحة مصر تقتضي أن نحدد هؤلاء ومن خلفهم ومن يحركهم. طيب، لمصلحة مصر و
ولم تصدر أحكام قضائية نهائية. شكرا جزيلا، وأنا أسف لضيق وقتي معك يا دكتور مجدي قرقر القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية. يا دكتور سعد، لماذا تسارع دائما يعني تسارع القوات المسلحة أو تسارع بعض العناصر داخل السلطة وتقول أن جماعة الإخوان المسلمين هي مسؤولة بشكل أو بآخر عن هذه العمليات، رغم أن جماعة أنصار بيت المقدس تعلن مرارا وتكرارا المسؤولية عن مثل هذه الحوادث؟ تفضل. هي جماعة أنصار بيت المقدس هي كشوفة أستاذ أحمد، سواء كانت بيت المقدس أو أجناد أو مصر أو حتى حماس، كل هذه المنظمات منظمات إرهابية الغرض منها في الأول وفي الآخر أنها أجنحة عسكرية أو إرهابية لجماعة الإخوان المسلمين. يعني على أي أساس بتقول ذلك يا سيد سعد؟ يا أخي من لا يرى الشمس فهو أعمى. يا سيدي هو أنت 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 الشمس دي أنت شايفها لوحدك، إذا كان دلوقتي الإخوان المسلمين طلعوا بيقول لك إحنا ضد ده، وأنصار بيت المقدس قالت أنا اللي بعمل العمليات دي وشتمت الإخوان المسلمين في بيانها، مين يعني؟ طب أنت النهارده بتقول أنت شايف الشمس لوحدك إزاي يعني؟ هذه شوف اسمع يا أستاذ أحمد، هذه كلها أدوار موزعة، وأنا أتمنى إذا فعلا الإخوان المسلمين لديهم النية السابقة في انه او بلاش في النية صادقة في اللي فات في اللي جاي، فليعلنوا بشكل صريح انهم ضد الكلام ده ويمارسوا ذلك. طب ما هو اعلنوا النهارده مره وتكرارا. شكرا سعد الزنط الخبير الامني. اتحول للسيد العميد صفوت الزيات، رايك ايه فيما قيل على لسان الدكتور سعد الزنط من ان الاخوان هو المسؤولين عن كل ذلك، وهذه افرع حماس وانصار بيت المقدس، هو جمع يعني عاطل مع باطل زي ما بيقول. اتفضل يا سيد العميد. الكبيرة نحن في صراع سياسي وجودي للأسف، وحالة من الكراهية والضبابية التي ربما تعمي الجميع، ويستمر المصريون في النزيف من أبنائهم، شرطة، جيش، شباب، جامعات، هذه الأمور تتجه بنا إلى حالة من الجنون، الذي يتهم الإخوان وفي المقابل يتهم المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية. طب إلى أين نذهب؟ يعني هذه الأمور تتوالى، والذي ينزل إلى الشوارع ويتظاهر وله مطالب سياسية لا أتصور أنه سيستخدم العنف بهذه الصورة والإرهاب بهذه الصورة. المستفيد الوحيد هي الجماعات المتطرفة التي تجري وتنفذ عملياتها في قلب سيناء. أنا شكرا جزيلا وعفوا لضيق وقتي. شكرا صفوت الزيات العميد صفوت الزيات الخبير الاستراتيجي. عمر ماذا لديك؟ الكثير من التعليقات أحمد، نبدأها بهذا التعليق لأسماء تقول: المسؤول من بيده الأمن في البلاد الذي ترك المهمة الأساسية وهي الحفاظ على الأمن وانشغل بقمع ومطاردة المتظاهرين. كما تقول أسماء، أما عن تعليق لنرمين تقول: صاحب مقولة الإرهاب المحتمل فصنعه ومعرفش يصرفه. أما عن تعليق لسيد يقول: ده رد فعل طبيعي لحالة القهر والظلم الواقع. تعليق أخير على فيسبوك لأحمد علي يقول: الإخوان مستعدة لفعل أي شيء لاستعادة كرسي الرئاسة. هذا رأي أحمد. أما عن تعليق أخير على تويتر لمحمد ناصر يقول: مع أني ضد الإخوان بس برفض بشدة اتهامهم بالإرهاب بدون دليل، وفي رأيي أن المسؤول الأول عن هذه التفجيرات هو وزير الداخلية ووزير الدفاع. كانت هذه معظم الآراء المختلفة من تويتر وفيسبوك. شكرا جزيلا. عمر، كلمة أخيرة منك سيادة العميد، ماذا تقول؟ حضرتك عندما يقال أن الأمر معلق بالإخوان المسلمين وأن الأمر شمس بدون لا أدلة ولا تحريات ولا حاجة، لكن أنا بقول كلام بخاطب المنطق، بقول لماذا لم تحدث حالات إرهابية أثناء الاستفتاء على الدستور المزعوم؟ لماذا لم تحدث أعمال إرهابية أثناء أعياد الأقباط؟ اشمعنى ما بتحصلش الا في التوقيتات اللي الاعلان عن موجات ثوريه جديده ويوم جمعه وقبل يوم جمعه وقبل يوم اكلي مره كده احداث لو حدث شيء يعني عمل ارهابي سيؤثر عليهم؟ هتلاقي لا يمكن، الامور بتمر بمنتهى الهدوء ومنتهى. ثاني حاجه، في نفس التوقيت اللي بدل ما يطلعوا يقولوا انه فلان في سيناء او مسكنه تم القاء القبض على 2 صحفيين من السي ان ان، يعني طب كان اولى ان هم يقبضوا على هشيم الشبكه. شكرا جزيلا العميد طارق الجهري ضابط شرطه سابق، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، عرضنا في مصر الليله متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. الائتلاف العالمي للحريات والحقوق يعلن نتائج زيارته لمصر الاثنين المقبل بعد متابعته لاوضاع المعتقلين في السجون.